إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. جميلة. انتصار غريب. دكتور رضا عبد الحليم، الباحث في الآثار المصرية والمدير العام بوزارة الآثار والمتخصص في الأهرامات. دكتور رضا، كتير من الأهرامات في مصر يعني عدد قليل قوي يعرف أسماءها حتى من دارس الآثار. يعني بيدرس الآثار يعرف اسم هرم اللاهون وسركاف سقارة مش عارف ايه، لكن يمكن كتير ما شافوش حتى الأهرام دي. للأسف الشديد عندنا حاجة اسمها إدارات الوعي الأثري في كل منطقة أثرية. تلاقي في إدارة اسمها الوعي الأثري. طب دورك بتعمل ايه؟ المفروض تاخد الأثريين ده تعملهم دورات تدريبية عشان يقدروا يقوموا بمهمتهم داخل منطقتهم. احنا عندنا أثريين، انا على سبيل المثال في منطقة الهرم من سنة 87 لحد النهاردة مفيش حد يقوم بالدور ده. يعني في معانا اثريين ما يعرفوش فين هرم هواره، ما يعرفوش فين هرم اللاهون. طب ايه فين مدخله؟ الحفار اللي تمت فيه واخر حاجه حصلت فيه مفيش. طب يا دكتور، المفروض الوزاره يعني الكليات كانت بتطلع حاجات وحاجات لا، كليات الاثار واقسام الاثار. طب الوزاره المفروض تعمل رحلات لدارسي الاثار ان هو يزور الاماكن دي كدراسة علمية بقى ومتخصصة. هو في حاجة عاوز انوه عليها، يمكن سقطة في وزارة الاثار عندنا واحنا بنعترف بيها، لازم نعترف عشان نصلح. ادارة التدريب في وزارة الاثار لا تقوم بدورها. عندنا ادارة كاملة للتدريب في وزارة الاثار. دي كانت احنا اول ما تعيننا زمان ثورة التسعينات، انا خريج مثلا 85، قعدت 9 سنين موسمي. بقيت اشوف زمايلي اللي بتعينوا لازم تعملهم دورة تدريبية. صحيح. دي بطلوا يعملوها. كل اللي بيتعين دلوقتي ما بياخدش الدورة، ما يعرفوش يعني ايه. انا اشتغلت في الاثار ولا اتعمل لدورة تدريبية. دي كارثة. الواحد لازم قبل ما يعمل الحاجة يتدرب عليها ويشوف زمايله اللي قدام عملوها ازاي. صحيح. وكانوا يعني الحفاير، الشغل، التخزين، الحاجات دي كلها لها علم. يعني دكتور رضا عبد الحليم، يمكن الاهرامات علم الواحد وتخصص. نعم. يعني علم الاهرامات معروف في انحاء العالم، لكن هنا ما فيش متخصصين في علم الاهرامات. يعني نقول فلان وفلان وفلان دول تخصصهم هرم وبس، مش هرم الجيزة بس، الاهرام عموما، حتى الاهرام الممتدة داخل السودان. هو المفروض ان احنا عشان نتخصص في 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 نوع واحد، عنصر واحد من عنصر من العصر المعمارية في الحضارة المصرية، هيبقى فيه يعني نوع من الغلق شويه. هيقول لا ليه بره بيتخصصوا؟ لا ما احنا عايزين نقول فلان متخصص في العمارة، عصر اخناتون بس. احنا عايزين نقول ايه؟ واحد متخصص في العمارة المصرية القديمة بما فيها الاهرامات والمعابد والمقابر. يبقى ده اللي يتقال. لكن واحد يبقى متخصص معابد، واحد مقابر، واحد مراكب، واحد مسلات، هيبقى فيه تشعب كبير. فانا من رايي ان يبقى واحد، مش واحد بقى، مجموعه كده متميزه في الفخار، مجموعه متميزه في التحنيط، على اساس نعيد دراسه الاشياء دي. ما يبقاش الكتب اللي الخواجه عملها بالظبط، واحنا عمالين نرجع لكلام الخواجه اللي بقاله عشرات السنين ومحدش حتى نقح الكلام دوت. الكلام ده بنيجي نكتبه دلوقتي في الرسائل العلميه برفضوه الاساتذه في الجامعات. يعني لو جيت تحط احمد فخري وهو الاهرامات المصريه يقول لك ده كتاب عفى عليه الزمن. يا ابني دور على حد كتب كتير. الخواجات اللي من مثلا من 80 سنه ولا كده، في ناس بترجع لها لحد دلوقتي. للاسف الشديد مثلا واحد زي آلين جارنر كتب مصر الفراعنه، الناس لحد النهارده اللي هو ترجمه نجيب ميخائيل بيرجعوا له كمرجع. هو حاطط مصطلحات غلط ولكن لو كاتبينها يعني كتير قوي. بلاقي الرسائل اللي انا بقراها ايرمن بتاع الديانة ايرمن وبريستد، جيمس هنري بريستد قديم. نفس الشيء قديم جدا. ده في ناس بيضربوا لي المثل بهنري بريستد، يعني فقلت لهم قديم برضو انا جداً. ما اقدرش برضو قاعده، لازم انقح الحاجات دي. ولازم يكون المصري الاثري المصري هويه بس واضحه. بس فين الابحاث الحديثه؟ ما هو النشر بقى فينا هنا عندنا اداره النشر لازم تنشر شويه. النشر في وزاره الاثار، إدارة النشر العلمي لازم تجيب كل الأبحاث اللي اتنقحت والأثريين اللي خدوا ماجستير ودكتوراه وتنشر. يبقى لنا دوريات كمان علمية. بالظبط، هو ده المفروض يحصل. ويكون يبقى هم بره المتحكمين كمان في الدوريات ويقولك احنا اللي بنطلع ما نعرفش. يبقى في دس بقى صهيوني في المعلومات. هو ده احنا عشان سيبنا
الشغل بتاعنا لغيرنا فتهنا. صحيح. عاوزين نرجع لمكاننا الاولاني ده. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيله يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز اجيالك وشمسك عاليه في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميله بشبابك. مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر مصر جميله. مصر جميله، انتصار غريب. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة، انتصار غريب. دكتور رضا عبد الحليم الباحث في الآثار المصرية القديمة والمدير العام بوزارة الآثار، يمكن المصري القديم تميز بأنه هو يعني كان عنصر المواطنة، إعطاء الفرص للمواطنين وللشعب ولكل الناس بلا تفرقة. الأقزام أو اللي بنسميهم النهاردة ذوي الهامات، دول حبايبنا كانوا في مصر القديمة يعني لهم حظوة ولهم دور. ومن كبار رجال الدولة تلاقي قزم من الدولة القديمة، وتلاقيهم فنانين، وتلاقيهم شغالين في مواقع مهمة وكده في الدولة. هل المصر القديم توصل للي احنا مش قادرين نتوصله لحد دلوقتي؟ يبدو ان المصر القديم فعلا زي ما حاجة بتقولي كده ان هو توصل للي احنا بمخنا المعاصر مش قادرين نفهم طبيعة التكوين البشري اللي قدامنا. إخواننا من أصحاب الهامات دهم لهم حقوق كاملة ومواطنة أخدوها في عصر الفراعنة اللي احنا المفروض نديها لهم في الوقت الحديث، من الدولة القديمة، من قبل الدولة القديمة كمان. ده احنا لقينا من عصر ما قبل الأسرات بعض التماثيل الصغيرة، وفي تماثيل يعني أتقنوها ومن العاج، يعني من العاج يعني حاجة بيعملوها من حاجة فخمة أيامها. مادة التمثال كانت بتدل على أهمية صاحبه، فلقينا تماثيل تاخد شكل الأقزام ومن العاج ومن معادن تانية سبائك دخلت فيها من عصور أقدم قبل الدولة القديمة، اهتماما بهذه الطبقة من الشعب المصري اللي كان بيشغل مناصب رفيعة لا تقل عن الأشخاص العاديين، لأنهم أشخاص طبيعيين حقيقيين. يعني الحكم بما يعطيه الإنسان من فكر وعلم، يعني تمثال خنوم حطب دوت في الدولة القديمة في المتحف المصري، ده كان من كبار رجال الدولة، كان قزم طبعا، وسنب وزوجته، سنب زوجته تمثال زوجته، وحطت ولاده في وضع نفكر، أنا بسمع عليه وضع ملكي. نفكر الناس يا دكتور اللي وقف كان في إعلان تنظيم الأسرة، انظر حولك، اللي هو كنا كاتبين زمان حوالي 10 سنين كده، انظر حولك لتحديد الناس، كانوا بيجيبوا تمثال سنب ومراته عادية، يعني هي زوجته طبيعية في الجسم يعني، انتوا ولد وهو جوزها قزم، والولاد طبيعيين من جون طبيعيين، لان ده كان مخلوق طبيعي، لان القزم مش انسان. وكانوا الفنانين برضو، كان هم الفنانين اللي بيعملوا الحلي وال ده خد وظائف الراجل ده سنب انه مشرف على القصر الملكي. يعني كان لقب ما ياخدوش الواحد العادي. فكون ان الملك يختاره لأمانته ولحرصه، ما كانش بيوصل شكله. احنا دلوقتي كشعب المفروض برضو ننسى الحكاية دي، ملناش دعوة، ده تخين، ده رفيع، ده ما ينفعش معانا أبدا. نرجع لأصلنا الطبيعي، ويقدر الإنسان بقيمته العلمية أو اللي هو الإنتاجية اللي بيصدر عنه من إنتاج،
وما بصش لشكله اذا كان قصير او طويل. انا بلاحظ حاجه كمان دكتور رضا عبد الحليم، يعني حتى المناظر اللي هم بيحطوا الاقزام طبقه الحرفيين بتوع الصاغه ما بيكتبش تعليم يعني يدل على ان دول ايه، ولا يعني خالص مواطن عادي لهم كافه الاحترام في النصوص وفي النقوش وفي البرديات وعلى جدران المقابر. نصوص كتيره جدا بتشيد بهذه الطبقه من الشعب. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيله يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز اجيالك وشمسك عاليه في سحابك، تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة. انتصار غريب، مصر جميلة.